الرحمن الرحيم. نحن الآن في فندق شانغريلا جولدن سانز بينانج، غرفة 310، شركة المحيط للسياحة. نصور أن الغرف هنا الغرفة من نوع ديلوكس على البحر، أو تسمى ديلوكس مواجهة البحر. هنا حمام الغرفة، الشطاب متوفر هنا. هنا البانيوم مع الشاور. مستوى الفندق ممتاز، من الفنادق اللي يحبها السواح القادمون من الشرق الأوسط العرب. هذه غرفة سريرين مفصولين. ديكوريشن ممتاز. هذا الفندق مصنف 4 نجوم. هذه البلكونة، يطلع لك البلكونة طبعا. هذا الفندق يمتاز بحديقته الرائعة، حديقة ممتازة كبيرة مخلوطة مع فندق آخر اسمه رأس ساين، يتبع الشنغريلا هذا رأس ساين. حديقة كبيرة للفندقين، يعني النزيل في الجولدن سانز يستطيع أن يستمتع بخدمات الرأس ساين. هذا المسبح كما ترون، هنا البحر. طبعا هذا الغرفة دي لوكس على البحر، الغرف اللي في الأدوار العليا هنا إلى المستوى الرابع. الغرف في الدور الخامس والسادس تسمى الإكزيكتيف، تكون إطلالتها على البحر أوضح لأنها أعلى. هنا الإطلال على البحر أوكي، ممكن ترى البحر مباشرة، لكن في أمامك أشجار تسوي نوع عائق بسيط.